طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عليك السلام دكتور. السلام. خلينا نتابع حيث توقفنا مرة ثانية. اليوم إن شاء الله بننهي البمص ويمكن نبدأ في البمص. طيب. نكبر هاي. اللي فيه صوت حواليه يحط المايك تاعه على الميوت عشان ما نسمعش شو عم بصير عندهم، مين بيصيح على مين جوا هالدار. طيب. بدأنا أو كنا نتحدث في آخر المحاضرة السابقة على النت بوزيتيف سكشن هيد، وحطينا المعادلة اللي هو الافيلابل بمعنى اللي السيستم بيعطيني اياه، وعلقنا على انه اذا الافيلابل بيكون غير كافي ممكن يعمل نويز وبيتنج وايروجن في الامبلرز. نان ابوف بروبلمز. يا جماعة اللي عنده صوت نايفي، انت اللي كان عندك الصوت عملت لك ميوت. هلا انا كيف بعرف مين اللي الصوت بيطلع من عنده؟ اكسرسايز هاي لكم عشان تعرف كيف انا بعرف الصوت من مين طالع. انا بديش اعمل ميوت. يبين هذا البني ادم سبيكينج بيطلع، فبيبين مين اللي. واذا الكل حاطط المايك تاعه اون كيف بعرف؟ ممكن من اللي بيحكي واحد في اشاره دكتور، بين اشاره انه حاط ميوت ولا لا. ايوه مين. فبالتالي بما انه بس واحد كان عامل مش ميوت فبكون الصوت من عنده. اكيد. هيك كشفتك يا نايفي، طلعت نايفي. لا بعدها موجوده. طيب وساكتي غارشي ولا بترد؟ قاعد تكون مش هي اللي قاعده على المايك. ما ردتش لهسه، معناها والله احتمال قوي تكون مش هي. ادمت. طيب فعشان نتجنب ان نوقع في مشاكل الكافيتيشن بسبب انه ما في عندي سكشن هيد كافي، فلما بدك تشتري المضخة اتعمد انه يكون في عندك على الاقل 2 فوت اوف ليكويد اكبر من الريكويرمنت تاعت المضخة. دخلنا في شيء اسمه الريكويرمنت. من وين بنجيب الريكويرمنت؟ بنجيبها من عند المانيفاكتشرر، هو اللي بيزودنا بالمعلومات هاي. هنشوفه بعد شوي صغير. طيب to avoid above problems حكينا انه خلي available net positive suction head يكون 2 feet of liquid greater than the pump manufacturer requires under the worst possible operating conditions. شغلة تاني to avoid cavitation والمشاكل السابقة watch internal clearance where inside the pump. كلمة inside the pump شو معناها؟ معناها بدأ يكون فتحت المضخة وشفتها من جوا، شفت الكليرنس وير يعني تآكل أو تهالك، يعني الكليرنس اللي بين الامبيلرز وبين الكيسينج من جوا المفروض يكون ضيق، مع الاستعمال بصير هذا يتوسع، لما بتوسع بصير في مجال للكافيتيشن انه يصير بصير البريشر ينزل، ولما البريشر بينزل بصير ممكن ندخل في المنطقة تاعت الكافيتيشن. فبالتالي لما بنكون عم نعمل صيانة للمضخة بنكون فتحناها صرنا شايفين شو في جوا، فبالتالي نتطلع عليه. فإذا كان الكليرنس كبير بكون it's about time to change something inside the pump. Watch plugs in suction piping systems. برضو كلمة watch ها يعني عم نراقب، يعني معناه انه احنا شغالين وعم نراقب الاوبريشن تاعتنا. طب كيف بدي اعرف انه في بلجز؟ برضه مره ثانيه اذا بنعمل صيانه بفتح الخط وبمشي فيه في شيء بنسميها بيجز، يعني هذه ما لكم مش فيها حاليا، يعني زي ناظور من كان نشوف جوا الخط اذا في تكلسات في بلجز في الخط عن سو فورث.
طبعا في اماكن معينه بنعرف وين فيها التسكيرات او ممكن التسكيرات تكون، مثلا اذا في عندي منخل سكرينز تسكير ممكن يكون عنده، اذا كان عندي نوزلز ممكن التسكير يكون في عند النوزل اتسترا. واتش كمان فور انتريند جاز، اوكي هذا الانتريند جاز هذا اوبريشن، هذا مش صيانه، هذول التنتين هاي وهاي في الصيانه، هذه اثناء الاوبريشن. كيف يعني اثناء الاوبريشن؟ هلا ممكن مثلا على سبيل المثال يكون عندي المي الليكويد تاعي وليكن هو الماء، اذا الماء يحتوي على نون كوندنسبل جازز جاي معه، من وين اجت معه؟ لها مصادرها. فاذا فاتت نون كوندنسبل جاز، زي ايش النون كوندنسبل جاز يكون مع الماء؟ مثلا ممكن يكون في هواء مع الماء، فبالتالي الهواء يعتبر نون كوندنسبل. الان اذا فايت هواء مع الليكويد مع الماء مثلا، هذا الهواء يعني لما بنزل بيكون ذائب ابتداء، وبالتالي لما بنزل الضغط شوي صغير بيصير يطلع اوت اوف سولوشن وبتشكل عندنا البابلز. مثال على هذا مثلا افرض ان عم نضخ مثلا ماده البيبسي، بيبسي كولا، عندنا خزان بيبسي كولا مش علبي وكامل يعني، بس باقي تحطه في الكاسه. الان اذا عندي مضخه عم تضخ، هل في عندي انترينت جاز؟ في عندي سي او 2، بس السي او 2 انا عمدا حاطه معه، فلما الضغط بنزل ببدا السي او 2 يطلع اوت اوف سولوشن، بس انا بدي يطلع اوت اوف سولوشن في الكاسه لما الواحد بدا يشرب. بس اذا طلع اوت اوف سولوشن في الخط لسبب ما، هذا الجاز اللي هو السي او 2 جاز الان بده يعمل لي كافيتيشن او بيتنج او ايروجن في الخط او في المضخه حسب وين عم الكافيتيشن، عفوا وين البابلز عم تتشكل. Watch كمان for the deviations of or fluctuations in suction side. يعني مثلا اذا بشوف البريشر في السكشن سايد، في السكشن سايد البريشر عم بينزل. هلا لاحظوا البريشر لما بينزل في السكشن سايد ما له علاقه في المضخه، له علاقه بالسيستم. اوكي اذا التمبريتشر في الخط اللي هو في السكشن سايد طلعت، لاحظوا هذول الاثنين بياثروا على النت بوزيتيف سكشن هيد افيلبل. لما الحراره بتطلع الفيبر بريشر بيطلع معها، وبالتالي النت بوزيتيف سكشن هيد عندي الافيلبل بينزل. لما البريشر في السكشن لايد منزل برضو النت بوزيتيف سكشن هيد بده ينزل، وبالتالي بصير هاي احدى المشاكل اللي يعني بينزل، معناه دخلنا في الكافيتيشن. لو ليكويد ليفل، شو دخل اللو ليكويد ليفل؟ الاس بتتذكروا الستاتيك هيد، اوكي لما يكون موجب، لان لما الليكويد ليفل هاي التانك تاعي وهاي الليكويد ليفل اللي كان فيه مثلا هيك، وعم نسحب هاي المضخه تاعتنا، الستاتيك هيد كان المسافه هاي، وهاي دي بتشتغل مع المضخه يعني هنا الضخ بهذا الاتجاه. الان اذا لسبب ما الليفل نزل لهون، قديش صار الستاتيك هيد؟ صار الستاتيك هيد اقل من هون لهون، وبالتالي ممكن الان يصير في عندي كافيتيشن عند مدخل المضخة. فلاحظوا إذا هاي الأمور لها علاقة في السيستم وهي متغيرة. البريشر في السكشن سايد اللي هو البريشر أوفر ذا ليكويد هون، إذا كان هذا أتموسفيريك البريشر ثابت، بس إذا كان هذا مسكر وفي عندي مثلا نيتروجين بيضغط في السيستم ولا وات إيفر، إذا صار عندي تغير في الضغط هون أون توب أوف ذا ليكويد، إذا نزل تحديدا مش إذا طلع، بنصير عم ندور على مشاكل هون. طيب من الاشياء اللي بدنا ننتبه لها كمان البايبنج لاي اوت، البايبنج بدي انظف انا كنت البايبنج لاي اوت اون ذا سكشن سايد. مره ثانيه هاي التانك تاعنا وهاي المضخه تاعتنا هون. لا البايبنج لاي اوت في السكشن سايد بياثر على الفريكشن اللي في الخط. يعني اذا عندي مثلا اذا نفترض انه الخط هذا جاي بالشكل هذا لولبي وطالع ونازل وبتوصل المضخه، هذا فريكشن كثير بصير في عنده. عشان هيك حكينا هو البايبنج لاي اوت يعني لا تخلي في كونكشنز كثير، يعني قلل من الكونكشنز من الفالفز من الفيتنجز تو ميني البوز اند سو فورث، لانه هذول بيرفع
الهيد لوس في السكشن سايت HSL وهي جزء من المعادلة تاعت حساب النت بوزيتيف سكشن هيد. اللي احنا عم نسوي بعدين عم نراقب المعادلة تاعتنا. هاي المعادلة تاعتنا بدي اراقب اي شيء ممكن يخلي هذا الرقم ينزل. اي شيء بنزله معناها انا عم بطلع على مشاكل. وبالتالي انت عم تطلع على هاي البارامترز. اوكي اي شيء من هذولا بنزل يعني اذا الاس الفاليو تاعتها بتنخفض او الفريكشن بيرتفع بيرتفع لانه له نيجاتيف ساين فبالتالي انا بديش ينزل عفوا بدي اياه ينزل ما بدي الفريكشن يكون عالي. البريشر اوفر ذا ليكويد اوكي بدي اياه يكون مرتفع فاذا نزل اذا نزل اذا نزل انسى هاي انساها فاذا نزل النت بوزيتيف سكشن هيد بنزل كمان معنا. طيب نرجع لل سلايد السابقه. طيب متحدث عن البايبنج لاي اوت انه اذا في تو ميني كونكشنز الفريكشن بيزيد وبالتالي بنصير الافيلبل سكشن هيد بنزل. هاي كمان مشكلة بتصير في الأوبريشن هاي اللي عم بأشر عليها. Watch liquid vortexing in the suction vessel. شو يعني liquid vortexing؟ خليني هاي واضح الرسمة هاي اللي تحت عندنا هون؟ واضح دكتور. طيب. واضح دكتور. عندي في أشياء مغطي عليها. أوبس 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 أوبس. طيب. هاي عبارة عن الـ 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 المخرج تاع الليكويد اللي في التانك اللي أمامنا. يعني عندي تانك والليكويد بنزل مثلا من المهرب اللي في النص من تحت زي المغسلة تاعت البيت. لما افرض انك حطيت سدادي على المهرب وعبيت المغسلة بعد شوية صغيرة افتح السدادي شو بصير؟ بصير عندك دوام او حمام او شيء زي هيك. سؤال على الهامش اتجاهه بكون كاونتر كلوك وايز ولا كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز. مجمعين ليش كاونتر؟ هيك دكتور حاطه بالسهم انت. طيب يعني افرض ان انا حطيتها هيك ها ما عكس بزبط أظن بزبط الثنتين بصير الثنتين ممكن وبالتالي أنت غلط أو مش غلط بس بدك تحط شرط على الكلام اللي أنت حكيته إنه دكتور إذا سبته ينزل تحت تأثير الجاذبية من غير ما أنت تحركه هو حينزل بالجاذبية حينزل بالجاذبية أوكي هاي هذا الحوام هاي اللي هي هلا معلق عليها أنا دخلت في موضوع جانبي إذا دخلت فيه بس أنا بعرف أنكم بتحبوا المواضيع الجانبية. هلا انسى إنه هذا مؤشر هيك أنا مغششكم أو الرسمة اللي جبتها من مصدر مغششنا وحاطه كاونتر. أوكي. هذا الحكي لو إنه إحنا في أستراليا غلط. تصميم الستاندرد نفسه غلط. تصميم الستاندرد تبع المادة المواسير بيكون. دكتور هي حسب لو انه احنا في استراليا هاي الرسمي بتكون شكل عفوا موقع السهم هذا او مش عارف موقعه اتجاه السهم في استراليا غلط هيك بيكون اتجاه السهم هيك وفي هي حسب موقعنا على الكره يعني على الكره الارضيه يعني اكيد بس وين حسب الموقع بالنسبه لمين بالنسبة لخط الاستواء أتوقع. أيوة لخط الاستواء شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء البلاد أو جزء من الكرة الأرضية اللي شمال خط الاستواء الفورتكس وشبيه بالفورتكس الدوران تاع الهواء في الأتموسفير مش بيكون زي الحلزوني على اللارج سكيل بيكون كاونتر كلوكوايز وفي نصف الكرة الجنوبي نصف الكرة الأرضية الجنوبي بيكون كلوك وايز في فيديوز على هالحكي هذا يعني على الانترنت وفيها يعني اشياء جميله بعرفش مدى صحتها يعني بس هذا ملاحظ على كل حال نرجع للبورتكس نلاحظ الليفل عندي هون
وين؟ إني بس ننظف عشان ما نلخمش حالنا بالكلام هذا. لاحظوا الليفل في الأصل هي لما صار في فورتكس شو هذا هون شوف شو في عندي هون في هذه المنطقة دوامي دوامي بس شو في جواتها هواء هواء أنا بدي كلمة هواء non condensable الهواء إذا non condensable لاحظوا هاي الحوام أو هاي الدوامي لما بكون نهايتها جوا الخط بصير في هواء فات مع الليكويد هواء فات مع الليكويد الآن نرجع للجملة السابقة اللي هون حطيناها وين راح ذكرنا كلمة non condensable هي هو non condensable صار في عندي مع الليكويد اللي فايت في الخط صار مع الليكويد اللي فايت في الخط في non condensable جاي من الحوام أو من الدوامة بتدخل على الخط وبتعمل لي cavitation في الداون ستريم فبدنا شو علاجها بقول لك watch for this يا عمي طب أنا أكيد بدي أمنع الحوام فيك تمنعه بنحط هون شغلة بسموها vortex بتحكم بفتحة ال لا لا ما إذا سكرناها في الشفلو لا لا مش كلها نسكرها نصها يعني ما أنت حاولين الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة في إشي في الصناعة بنسميها vortex breaker vortex breaker لاحظوا الاسم معبر اوكي كيف يعني vortex breaker بيكون شكلها مثلا احد الاشكال تاعتها عباره عن اسطوانه وفيها لوح حديد هيك ولوح حديد هيك وبالتالي لما بيجي الهواء ينزل معاها هاي الحدايد بتعمل بتكسر الحوام هذا اوكي بسموها vortex breaker طبعا اللي منتبه بيركب البريكر هاي بيركب الفورتكس بريكر واللي مش منتبه بيحط هالتانك وبصير يواجه مشاكل فيما بعد وبصير يقول من وين اجى الكافيتيشن اقول لكم في مره صار مشكله في مصفات البترول يعني شوف هاي الامور بتحصل حتى على مستوى ناس بروفيشنالز في مصفات البترول في احدى السنين من يعني في القرن الماضي من حوالي يمكن 40 سنه هذا الحكي كان في عمليه صيانه وقفوا الشغل بعدها بلشوا او اثناء الاوبريشن اثناء الاوبريشن الناس انا كيف البدايه كانت في عندهم ليفل كنترول في عندهم ليفل كنترول لما الليفل بينزل عن حد معين بيعطي اشاره للكنترولر انه وقف الشغل وقف الشغل الان اعطى اشاره انه وقف الشغل وقف طبعا الاشاره معناها انه التانك فضي الليفل نزل يعني نزل لازم نعبي فتحوا التانك ولا لاقوا الليفل مليح الليفل ما ماله شيء ارجع شغل طبعا فحصوا الكنترولرز والى اخره والسنسرز كل شيء تمام طيب ارجع شغل بس بشغل بشويه صغيره رجع عمل تريب يعني اعطى انذار ووقف الشغل بعد عدة محاولات انتبهوا انه يا جماعة هاي الفورتكس اوكي عم تعطي اشارة انه عندي هواء في هذا المكان وهذا الهواء كأنه الليفل كنترولر او السنسور موجود في الوسط فلما السنسور شاف انه في عنده هواء معناها ايش الليفل نزل ومزبوط لاحظوا الليفل في هذه المنطقة نازل الليفل الحقيقي هي هون الليفل نازل فبالتالي كان الموقع اللي حاطين فيه الليفل انديكيتور مش مناسب زائد ما كانوش حاطين فورتكس بريكر يعني كان في خطأين خطأ الأول ما في فورتكس بريكر والخطأ الثاني موقع السنسور اللي بيعطي إشارة إنه وين الليفل صار فلاحظوا هذول جب طبعا بالأخير غيروا حطوا فورتكس بريكر وما بعرف إذا غيروا موقع السنسور ولا لا بس ما مجرد ما أنت حطيت فورتكس بريكر فيها عند المخرج بالتالي حتى لو صار في عندي مثل هذا الشيء الآن بدي ينكسر هون على الأغلب إنه غيروا موقع السنسور كمان طيب منتابع في الحكي تاعنا
nozzle size on suction side بتعمله كبير. Okay. Usually, as a guide, select the suction line to be at least one pipe size larger than the pump suction nozzle. الفكرة هون إنه عشان ننزل the friction في suction side. طيب. الكالكوليشن للنت بوزيتيف سكشن تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة فبالتالي بنعدي عنها. الآن انتبه على موضوع الإفكت اوف انكريسينج التمبريتشر. اوكي الانكريسينج تمبريتشر بتأثر في المعادلة تاعتنا في النت بوزيتيف سكشن هيد بتأثر على على السرير على الفيبر بريشر. ديروا بالكم لأن في عندي تو بريشرز هذا البريشر اوفر ذا ليكويد وهذا الفيبر بريشر هذا اكسترنال هذا انترنال هذا انترنال له علاقه بالفلويد تاع الفلويد تاعنا هذا ما فيني غيره بس ايش بتحكم فيه عن طريق درجه الحراره طيب هاي طبعا هاي سهله يعني بنعرفها هاي ما فيش مشكله لانه هي علاقه في البروسيس نفسه هلا النقطه الثانيه هاي مش بروسيس هاي بقول لك انتبه نوت ذا افكت يعني انتبه على الافكت اوف زياده الحراره بتاثر على الفيبر بريشر نعم الان النقطه الثانيه ديكريسينج بريشر وذ التيتيود لان هذه ما لها علاقه في السيستم هاي لها علاقه بالسراوندينجز لما انا بكون شغال على جبل غير لما بكون شغال على سي ليفل يعني في العقبه يعني بكون في عجلون غير لما بكون في العقبه غير لما بكون في الهيمالايز غير لما يكون في الغور هلا الغور طبعا وضع خاص عندنا في الاردن طيب خلينا نبالغ في الامور هاي سطح البحر هاي سطح البحر اوكي وهاي الهيمالايز تعرفوا الهيمالايز شو هي دكتور جبال عالي في الهند حوالي 10 كيلومتر ارتفاع عند قمه ايفرست بدناش نقول قمة إيفرست فافترض أنه إحنا على ارتفاع 3 كيلومتر مثلا في ناس عايشين هناك وفي مصانع قائمة أصلا بالارتفاعات هاي في أمريكا اللاتينية مثلا في مدن على ارتفاع 3 كيلومتر موجودة حتى بتذكر في إحدى أظن في إحدى مباريات كأس العالم فيما مضى ناسي بأي سنة من السنين كانت في دولة من هذيك الدول وكان في مباريات تحصل في مدينة ارتفاعها 3000 متر عن سطح البحر على 3000 متر البريشر بيكون منخفض نسبة الأكسجين بسبب انخفاض الضغط قليلة البريشر تاع الأكسجين بيكون منخفض لعيبة الكرة بده يأخذ أكسجين بيكون عم بركض هذا استهلاكه للهواء والأكسجين بيكون عالي هلا هذول مش متعودين يلعبوا على ارتفاعات 3 كيلومتر في يعني في السبيس فوق طبعا هو على سطح الارض على سطح الارض بس الهواء اللي عنده نسبه الاكسجين او ضغط الاكسجين اللي عم بيستنشقه اقل من حاجته وبالتالي شو بصير ضعيف بصير يضعف فكان عندهم ادفانتج اهل البلد اللي هناك لانه متعودين على الحكي هذا مقابل الزوار اللي جايين من برا فطبعا المعلقين الرياضيين كانوا منتبهين على النقطه هاي وكانوا يحكوا فيها إنه هيك أنتوا يا جماعة أهل البلد أخذوا أدفانتج عامي نصيبك هيك فالآن طب شو دخل هذا الحكي بشغلنا هلا لما نكون شغالين مثلا مصنع على ارتفاع 3 كيلومتر في الهواء في أمريكا اللاتينية مثلا في البرازيل تشيلي وليورابر أو في الهند على سبيل المثال الضغط الجوي الاتموسفيريك بريشر الآن ببطل 1 bar أبسلوت أقل بينزل بينزل لما نطلع هون على المعادلة تاعتنا بصير هذا الضغط اقل يعني less positive معناها النت positive suction head بده تصير ايش بده يقيم لا ماينس مش ماينس بده ينزل هلا ممكن تطلع ماينس اذا طلعت ماينس اوكي معناها هذا السيستم في عندنا مشكله مش مشكله بس هذا السيستم ما حيشتغل ما بقدر مش بقدر اعمل كافيتيشن لا مش حيشتغل مش حيضخ عشان هيك احنا بنحط كلمة positive انه لازم يكون عندك positive عشان السيستم يشتغل وما بكفي يكون positive بده يكون كافي بس اذا كان negative انسى السيستم كله بدك تغير السيستم فابتداء انت بتدور على positive بعدين بده يكون positive enough
NPSH must always be positive, otherwise it will be impossible to operate because liquid will flash in the line, will flash and it will become vapor and in the impeller and cannot be pumped. The pump is designed to have liquid and not vapor. طيب دكتور نعم مش لما الاتموسفيريك بريشر مع الهايت بقل الفيبر بريشر لازم يقل عشان يوازن البويلينج بوينت لا الفيبر بريشر مرتبط بشكل رئيسي في التمبريتشر يعني ما بقلش مع الاتموسفيريك بريشر عشان يوازن البويلينج بوينت مش انه يوازنها هذا انت عم بتفهم حوالين الجواب بنفسه انت عم تحكيه هلا ليش بده يتشكل عندي ليش عندي مشكلة باللو بريشر لو اتموسفيريك بريشر البويلينج بوينت للليكويد بتقل مظبوط يعني ليش بتقل لانه الفيبر بريشر تاعه بزيد الفيبر بريشر بزيد تمام هو منها عمليش انه بزيد بصير احنا الاتموسفيريك بريشر عم بقل لدرجة انه عم نوصل للبويلينج بوينت بس مش النورمال بويلينج بوينت نوصل للبويلينج بوينت لها علاقة في السراوندينجز اللي هو الاتموسفيريك بريشر اللي مش واحد بار بسبب الارتفاع اوكي هلا احنا هون عشان بس ما نلخمكاش انت سؤالك كويس بس له حالة خاصة الان هذا هون مش الاتموسفيريك بريشر هذا البريشر اوفر ذا ليكويد هذا التير هيا لاحظ absolute pressure in the vessel on the liquid surface on the suction side of the pump the pressure على the liquid surface يعني مثلا إذا كان هذا التانك تاعي تاع السكشن وهي الليكويد ليفل تاعي إذا كان مفتوح على الأتموسفير زي ما أنا راسمه بكون the pressure over the liquid هو الأتموسفيريك هاي حالة خاصة طب وإذا كان التانك مغلق هذا الآن الأتموسفيريك بريشر ما له علاقة يصير في عندي أنا هون في بريشر له علاقة قديش أنا الضغط اللي حاطه قديش أنا عندي ضغط هون فبالتالي هاي الـ P sub A اللي هو البريشر اللي عم بضغط على الليكويد واللي إذا كان السيستم مفتوح على الأتموسفير بيكون أتموسفيريك بريشر وإذا لم يكن مفتوح على الأتموسفير بيكون whatever the pressure in this location is حسب السيستم اللي عندك وضحت؟ وضحت يعطيك العافية دكتور الله يعافيك طيب لا في شيء اسمه pump characteristic curves شو يعني pump characteristic curves أول شيء نفهم شو يعني characteristic صفات من وين منجيب الكيرفات هاي من المانيفاكتشرر مش من السيستم تاعي من المانيفاكتشرر ومنحاول نوفق بين المانيفاكتشرر curves والسيستم curves السيستم اللي عندي مع المانيفاكتشرر فأنا نطلع المانيفاكتشرر شو بيسوي الكيرفات اللي امامنا هاي هي الكاركترستيك كيرفز تاعت المضخه تحديدا اللي مكتوبه هون هي ها كاركترستيك كيرف اللي هو هذا الكيرف وهذا الكيرف اقول لكم وهاي الكيرفات هذا وهذا 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 واي شيء بيني مش مرسوم هذول كلهم بنسميهم characteristic curves نرجع على الرسمة تاعتنا هون أذكركم بشيء أنتوا عملتوه في مختبر الفلويد أنتوا أخذتوا مختبر الفلويد مظبوط؟ ونجحتوا فيه؟ الحمد لله نجحتوا فيه طيب معناها لازم تجاوبوا ما يلي في تجربة هذا أعطاني إنذار إنه باقي لنا 10 دقائق. طيب في تجربة الكاركترس البومبس شو كنتوا تسووا أنتوا؟ كان عندكم سنترفيوجال بومب وكمان وان أور تو أذر بومبس شغال ولا مش شغال بس خلينا في سنترفيوجال بومبس شو كنتوا تسووا؟ كنتوا تعملوا التجربة التالية كنتوا تسكروا الفالف تسكير الفالف معناها إيش؟ الفلوريت دكتور صوتك راح صوتي راح هسه كيف لا هيك تمام رجع طيب ماشي بس عيد اخر جمله حكيتها بنعيد من عيد ولا يهمكم
لما انتم في التجربه سكرتوا الفالف اللي بفوت المي على البامب، شو معناها؟ معناها انه الفلوريت صار صفر كونستانت، كونستانت، فسكرنا لا الفالف. تمام تمام، سكرنا الفالف ما في فلو، زيرو فلو، زيرو وات ايفر اليونت هاي، اوكي بغض النظر شو اليونت هاي زيرو. وكنتوا تقراوا البريشر، بعدها تفتحوا الفالف مثلا 10 20 حسب انتوا كنتوا تفتحوا كامل او ثلاث ارباع الفتحه او نصف فتحه وات ايفر، كنتوا تقيسوا الفلوريت، عندكم سطل وعندكم ووتش، وكنتوا يعني تعبوا السطل مع التايم وتطلعوا الفيلوسيتي، وعندكم الكروس سكشن اريا تطلعوا الفوليومتريك فلويد، او لا كان الفوليوم عفوا عندكم فوليومتريك سيلندر وكان في ووتش، وبالتالي بيطلع عندكم الفلو. فشو كنتوا تسووا؟ كنتوا تغيروا الفلو وتشوفوا البريشر، وتشوفوا البريشر وتحددوا نقاط، وتحددوا نقاط، وتحددوا نقاط، اوكي تعرفش كنت اظن كنتكم عملتوا اربع نقاط لحديت ما صار فولي اوبن، اوكي. ولما رحتوا اوكي الجماعه اللي اشتغلوا الريبورت لحالهم واشتغلوا التجربه صح هذا بيطلع عندهم كيرف بهالشكل. هلا مش ضروري يوصل للمرحله هاي حسب قديش انتم اخذتوا نقاط عليه، طبعا ما في كاش اكثر من فتحه الفالف الاخير ما في كاش تمشي. اللي انتم سويتوه انتم رسمتوا الكيرف هذا، رسمته اكسبيرمنتالي، وهذا الحكي هو اللي بيسويه المانيفاكتشرر. المانيفاكتشرر برسم الكيرف هذا اكسبيرمنتالي، بصير يغير بالفلوريت ويقرا البريشر. هذا الخط هون توتال هيد اوف ذا ليكويد. هلا انتم كنتوا تقراوها مش بلغه المتر ولا بلغه الفوت، كنتوا تقراوها بلغه البار او لا حتى تعرفوا مش بالبار، كان اذا كيلو باسكال، كيلو باسكال ولا حتى كيلو باسكال، كان كيلو باسكال بالمتر، كان بالمتر بس مش متر ميركوري ولا مليمتر، مش ميركوري انا تنسوا انا لاني بدرسه كثير فحافظ الشكل تاعه. ما فيه كان في جيجز، وعلى الجيج اليونت تاتو لا هي بار ولا هي اتموسفير ولا بي اس اي، مكتوب ام اتش 2 او كانه او ام متر، اوكي يعني معمول له كاليبريشن يقرا متر ومعمول للمي تحديدا. على كل حال مش هذا موضوعنا، فالموضوع انه المانيفاكتشر بصير يقرا البريشر على ديفرنت فلوريت وبالتالي برسم الكيرف هذا، وهذا الكيرف بصير هو الكاركترستيك كيرف. نعم بروح المانيفاكتشرر شو بيسوي؟ بيغير الامبيلر، بيفتح المضخه من جوا وبيغير الامبيلر، بيغير مقاسها مش شكلها، بيركب امبيلر ثاني وبيعيد التجربه مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه. طبعا هم مرسوم عندنا ثنتين، انت بتطلعوا على الكيرفات بشكل دقيق بتلاحظوا هاي الكيرف هذا اجى من امبيلر مقاسها 10.2 سنتيمتر اللي هي 0.102 متر، يعني بالسنتيمتر 10 سنتيمتر تقريبا. الكيرف العلوي هذا لاحظوا 12.7 يعني 0.127 متر، يعني 12.7 سنتيمتر حوالي 13 سنتي، هاي بحدود 10 سنتي. تمام اذا بغير في الامبيلر. هلا المانيفاكتشررز لما بيصنعوا بومبس صناعية وليس شغل تجاري زي تعون البيوت اللي عندنا، بيعطي اللي عم بيشتري اوبشن شو الامبيلر سايز اللي بدك اياه من جوا، وبيعطيك الكيرفات للمضخه اللي ممكن الكيرفات للديفرنت امبيلر زي هاي مثلا. هون لاحظوا الامبيلرز 9.5 9 8.5 8 7.5، طبعا هذول يعني مثلا من 8 الى 8.5 مش معناها ما في مقاسات بينيه فيه، بس ما برسم لك كل الكيرفات لانك انت بامكانك تعمل انتركولاشن بيناتهم. نرجع للكيرف اللي عندنا، فاذا فهمنا ليش في اكثر من فهمنا ليش في اكثر من كيرف حسب المقاسات تاعت الامبيلرز اللي المانيفاكتشرر بيكون دارسهم. طيب
الآن في كيرفات ثانية. نعم دكتور، هسه لما يحكي لي مثلا طول الامبلر إشي متر، تمام؟ الديامتر، هذا الديامتر مش الطول، الديامتر. تمام، يعني الفراشات ما لهم دخل، يعني البرة هدول الشفرة الامبلرز كيف تيجي شكلها. هاي امبلر، هاي امبلر، هاي وهاي كمان امبلر بس متاكلة. هاي الامبلر بكون في حواليها كيسينج علبي مسكري عليها، في علبي مسكري عليها. الآن الامبلر سايز اللي هو من الطرف للطرف الثاني، هذا الامبلر سايز أو الديامتر. هلا هاي بتركب جوا، بكون المانيفاكتشر عنده عدة مقاسات بديفرنت ديامترز. وطب أنا بدي أشتري أي واحدة بدي أشتري؟ طب تيجي أنت الآن هون على الكاركترستيك كيرز اللي حضرة المانيفاكتشر معطيك إياهم. طبعا بدي أروح لهاي لأنه فيها كيرفات أكثر. أوكي، فباجي برسم الكيرف تاعي. أي كيرف؟ كيرف السيستم تاعي. كيف يعني السيستم تاعك؟ أنا في عنا هذا بيجي من المانيفاكتشرر. الآن أنا باجي برسم الكيرف تاعي، عادة بيجي الكيرف تاعنا بيبدأ من الزيرو إشي زي هيك. هذا بنسميه السيستم كيرف اللي أنا رسمته. خلينا نعيد رسمه مرة ثانية لأنه مش عاجبني الشكل ده. أوكي، بيبدأ من الصفر ومثلا بيبدأ بهالشكل هذا على سبيل المثال. هذا بنسميه السيستم كيرف. طيب اسمه سيستم، يعني ما له علاقه بالمانيفاكتشر. من وين بجيبه؟ انا باجي بالسيستم تاعي، السيستم تاعي بحط ديفرنت فلوريتس على حبر على ورق، وانا عارف السيستم تاعي، وكل فلوريت بشوف شو الضغط اللي بلزمني إله، شو الضغط اللي بلزمني إله. فبالتالي بصير عندي أنا مجموعة أرقام بعمل منهم الكيرف هذا. بجيب أنا الكيرف اللي بالأحمر الآن مرسوم هون وبعمل له يعني بحطه فوق الكيرفات on top of الكيرفز تاعت المانيفاكتشر. يعني ممكن أنا مثلا ممكن السيستم كيرف يجيني هيك. لاحظوا إذا السيستم كيرف تاعي كان بهالشكل هذا، لاحظوا خارج التغطية تاعت المضخة هاي، بصفي هاي المضخة مش مناسبة للسيستم تاعي. وضحت؟ دكتور شو اللي بيحددها؟ بيحددها اكسبيرمنت يعني؟ لا هاي حسابات. السيستم كيرف حسبي إلها علاقة بالسيستم. كيف يعني إلها علاقة بالسيستم؟ مثلا هاي سيستم عندي، اوكي، بناء لا بديش السيستم، بدي السيستم اللي احنا ايوه هذا السيستم تاعنا. مثلا باجي بقول انا بدي بتتذكر هاي المساله كان في عندي فلوريت معين كان 50 جي بي ام وعندي مقاسات معينه للبايبس وعندي سيستم. اوكي، حسبنا لهذا السيستم. طبعا المضخة مش موجودة حاليا، انا بدي اشتري مضخة. حسبت للسيستم باور معينة، واحنا فينا نحول الباور اذا بتتذكروا فينا احول الباور الى الى بريشر. اوكي، في الى تحويل بضربها في الدنسيتي.